تحذير: هذه اللعبة قد تدمر حياتك الشخصية وتفقد هويتك وخيانة فريقك المفضل يا عديم الانتماء. من الآخر، هذه القناة غير مسؤولة بالمرة عن تقلب مزاجك وعصبيتك وتطلعوا علينا. وسلمى غير مسؤولة عن مستقبل كابتنها، ونقر عادي جدا ان رزعنا قد يخيش. الله، الفانتازي البريمير ليج. ازيكم يا رزيعه؟ رزع الفانتسي. معاكم احمد. وانا سلمى. اخيرا معاكم احمد وسلمى، ورجعنا تاني للفانتازيا. السعاده مش طبيعيه. انا في منتهى السعاده والله العظيم. انتم متخيلين لو انتم فرحانين ايراد؟ انا وسلمى فرحانين 24 ايراد بجد. يعني جايين النهارده متحمسين، اخيرا هنصور، اخيرا نتكلم على الفانتسي. يعني الحمد لله يا رب بس تدوم ونكمل سيزن على خير ان شاء الله يا رب. وان شاء الله تكونوا كلكم كويسين وبخير. النهارده احنا هنقول لكم، طبعا اللعبه عملت قوانين جديده، قالت شويه نصايح وكده، فاحنا هنشرحها لكم بالتفاصيل. بعدين هنقول لكم على اللعيبه اللي المفروض تجيبوها او اللي احنا بننصح بيهم، بنرزع ان انتوا تجيبوها. بعدين هنقول لكم لو معاكم تريبل كابتن، برانش بوست، اي حاجه من الكروت دي، تستعملوا انهي واحده فيهم. فيلا بينا نرزع. يلا بينا نرزع. عودة الفانتازيا، بجد هي اسم على مسمى فانتازيا كده، تحس عارف فرحة وسعادة ونكد وخزوقة وحاجات كده هتحصل بعد كده، فربنا يستر. طيب مبدئيا اللعبة الحمد لله اخيرا رجعت، ورجعت لنا اوبشن حلوة قوي قوي قوي، هدية كده منهم لكل لعيبة الفانتسي. قلت لكم يا جماعة، بما ان اللي حصل كورونا والناس مش عارفة ايه اللي حصل لها، وفرق ناس باظت، مشاكل كتيرة جدا، فبالتالي الفانتسي قررت ان هي تدي لكل اللعيبة انليميتد ترانسفيرز، تغييرات بلا حدود، بيع واشتري وغير. ولا مش بس كده، كمان الفلوس مش هتتغير. يعني فاكر زمان لما نعمل وايلد كارد وانت بتبيع وتشتري، خلي بالك الفلوس ده غالي ده رخص عشان ما يفرقش عليك. لا، دلوقتي الاسعار ثابته لغايه يوم الاربع اللي هيبدا فيه الدوري ان شاء الله، اللي هو الاربع اللي جاي، مفيش تغيرات في الفلوس. بيع واشتري والعب وهات اللي انا بقى عايزه. كنت متضايقه لما عرفت ان هم ادوا الوايلد كارد لكل الناس دي، عشان انا سايبه الوايلد كارد بتاعتي، واصلا لما اللعبه وقفت كنت لسه بعمل انتقالات وكنت مركزه، وكل اسبوع بعمل ترانسفير حتى والدوري مش شغال، ففرقتي كانت جاهزه للي احنا فيه، للي هي جولة 30 بلس. فتضايقت شوية ان هم ادوا كل الناس وايلد كارد، بس بعدين فكرت فيها، هي في الاخر فانتسي لعبة، وهم السبب ان هم ادوا الوايلد كارد دي عشان حتى الناس اللي كانت رمت فرقتها وبطلت تلعب. فهو فانتسي بيحاول يرجع كم كبير قوي من اللي كانوا بيلعبوا فانتسي ان هم يرجعوا. فلو انت حتى كنت رامي فرقتك وفرقتك ما بتلعبش، عندك فرصة انك تخش تاني وتبتدي تلعب. في الاخر هي حاجة كويسة. طبعا اللي كان مجهز فرقته ممكن يبقى مش محتاج قوي الوايلد كارد، بس اهي هدية يعني هم ادوها. لا، واللي عايز اقوله كمان، انا الحمد لله زيك لسه ما عملتش الوايلد كارد لغايه دلوقتي، فكرت فيها بطريقه تانية. طيب ماشي، دلوقتي انا هغير فريق، الناس كلها دلوقتي عندها خلاص تعتبر وايلد كارد لاول اسبوع، فبالتالي خلاص انا هعمل وايلد كارد واشقلب الدنيا واجيب بقى اللي في خيالي واعمل كل حاجه انا عايزها. بعد كده نبدا نشوف اول اسبوع التاني، لقيت ان الفريق بتاعي كله مخيش، يبقى لسه معايا الوايلد كارد بتاعتي نتكمل بقى بيها السبع مثلا اسابيع. لو عدى مثلا اسبوعين، سبع اسابيع كاملين اعمل فريق تاني جديد خالص. ممكن مثلا اراهن على لعيبه ديفرنشال لمده اول اسبوع الدبل جيم ويك او تاني اسبوع، وابيعه تبقى في الوايلد كارد براحتي. زي ما احنا عارفين من المواسم اللي فاتت، فورما مهمه جدا جدا في فانتسي، واحنا طبعا واقفين من مارس، فممكن اللعيبه كانت خلصت في مارس فورمتها عاليه قوي، بعد الاجازه بقى تخنت، ما نعرفش بقى احنا قاعدين نشوف شويه لعيبه مفخده هنقول لكم عليهم دلوقتي 10 على 10. فالفورما حاجه مهمه قوي، فاحنا هنخش اول اسبوع اكنه اول اسبوع في الموسم، ما عندناش اي كلام. بيلعبوا ودي، الفرق بتلعب كده، بس في الاول في الاخر ما عندناش اخبار مؤكده. فطبعا استعمل الوايلد كارد بتاعتك، اعمل فرقتك بيست على اللي احنا هنقول لك عليه النهارده، وربنا يكرم. ربنا يكرم كالعاده، دي نصيحتنا ويعني دعواتنا دايما. احنا لو اتفرجتوا على اخر حلقه عملناها قبل التوقف، كنا بنقول لكم تركزوا على مين الفتره الجايه، بس احنا عندنا كده معلومه عايزين نقولها لكم. احنا كنا كتير قوي في الحلقات بنقول لكم ان الفانتسي ده ماراثون مش سبرنت، يعني لازم تجيب لعيبه اللي هي يعني بالها طويل، يقعدوا معاك السيزون، مش اللي هو غير كل الكونسيستنت اللي هي يعني على مدار السيزون بتعمل حلو. بالظبط. دلوقتي فانتسي بقى سبرنتايه يا جماعه، هو فاضل 92 ماتش خلاص، كل الفرق بتتقاتل، كل اللعيبه بتتقاتل، خلاص هي سبرنتايه. اللي عايز يعمل رانك في فانتسي لازم يركز قوي قوي، مش بس سبرنتايه في الموضوع ده. من اول ما الدوري يبدا يوم 17 يونيو لغايه لما يخلص، في 8 ايام بس تقريبا ما فيهمش ماتشات، كل يوم ماتش، كل يوم تقريبا ماتش. كل يوم في ماتش، الجولات بتتغير في ثانيه يعني، فانتوا لازم تركزوا كويس قوي قوي قوي. وكنا قلنا لكم بقى قبل ما نتوقف ان بنركز على انهي فرق دلوقتي، قول لهم بنركز بقى يا جماعه. لو يعني بجد الحلقه الاخيره قبل ما التوقف كانت في الجون، والله نفس الرساله اللي قلناها
ساعتها هنقولها برضو تاني. هي دلوقتي ركز مع الفرق اللي باقيه على حاجه في الدوري. بمعنى يعني اوضح لك، في فرق مثلا زي السيتي، السيتي كده كده عارف ان هي مش هتطلع اول، مش هتطلع تالت، يعني ما اعتقدش ان ليستر هتجيبها، ولو طلعت تالت من تاني في الاخر دخلت تشامبيونز ليج ضامنه كده كده، عندها تشامبيونز ليج الله اعلم طبعا هيرجع ولا لا، بس غالبا بالمنظر ده هيعتقد ان هو هيرجع لما يفتح السفر ان شاء الله. وفي فرق ثانيه في النص مثلا من العاشر لل15 برضو بنسبه كبيره بعيد عن الهبوط وبعيد عن التوب 6 او التوب 4، صعب قوي طموحهم مش اصلا مش الدرجات دي، فتلاقيهم بيكسبوا ماتش بيخسروا ماتش، عارف الفرق إيه؟ دي هتبقى مش حاميه، بتجرب خطط، بتجرب لعيبه صغيره، مش بقى عايزين يبيعوا مين، عايزين يشتروا حد في مكان مين، عارف بالزبط. طبعا مش بقولك ان هم مش هيجيبوا بوينتس ومش هيكسبوا ومش هيجيبوا جوان، بس ما عندهمش الحميه والسخونه على واحد مثلا زي بقى ايه الاربعه اللي تحت بيتخانقوا على الهبوط. اربعه سته يعني قولي نورتش مثلا شويه بعيد، عندك لا بس بيلا. كلها لسه فيها يعني. كلهم لسه فيهم طبعا، حتى نورتش يعني مش بعيده للدرجه فعلا، يعني فرق 7 نقط عن اللي فوقيها مش كتير. استون فيلا، بورموث، واتفورد، برايتون برضو مش بعيد، يعني تعتبر هي احسنهم بس برضو مش بعيد. دول الفرق اللي هتموت نفسها، ممكن اعتقد ممكن ركز اكتر معاهم في الهجوم، يعني خلينا نتكلم اكتر بقى على اللعيبه اللي نخش في اللعيبه اكتر، بس دي الكرايتيريا او ده التفكير تفكر فيه وانت بتنقي اللعيبه. انت عندك مثلا اثنين لعيبه قريبين قوي من بعض، لا ده فريقه بيتقاتل على حاجه معينه، خلاص خليني مع ده اكتر، مش ده الحكم الاول والاخير او مش يعني الفاكت الاول والاخير تحكم عليها، بس حطها في بالك دايما تختار اي لعيبه بتعمل الوايلد كارد. يلا بقى نخش في اللعيبه اللي احنا بنقترح، عشان كلكم اكيد ايدكم بتاكلكم ان انتوا تعملوا ترانسفيرز. انا عملت الوايلد كارد بتاع 27 مره لغايه دلوقتي. ايوه اكيد ايديكم بتاكلكم ان انتوا تعملوا ترانسفيرز بتاعكم، فاحنا هنخش في الموضوع. مبدئيا كده كان في مقاوحه كتيره قوي، يعني عشان هو الدوري رجع وبقى عندك 5 تبديلات زي البوندسليجا، لو انتوا كنتوا بتتفرجوا عليها ما بقاش 3 تبديلات، بقى كل فريق عنده 5 تبديلات. اه لازم يعمل يوقف اللعب 3 مرات بس في الاول وفي الاخر لو كنتوا بتتفرجوا على البوندسليجا كنتوا هتلاقوا لعيبه كتير قوي بتتجرب، لعيبه كتير قوي بتنزل. ده بقى خلاني افكر، هل بسبب ال5 تبديلات دول دكتي اهم ولا لا؟ يعني انا في الاول كنت بالظبط في الاول كنت بقول لا لازم اركز على دكتي، وبعدين قعدت افكر لا بالعكس، هو بسبب ال5 تبديلات دي يعني عاده كل اللعيبه اللي هجيبها هتلعب حتى لو دقيقه، فمحدش هينزلي من الدكه، فهل بقى استثمر كل فلوسي في ال11 لعيب اللي في الملعب ولا لازم اركز على دكتي؟ انا رايي لو انت لسه عندك بنش بوست على الاقل واحد او اتنين في الدكه كانوا بيلعبوا على الاقل، ودي هنقولها لكم في حته تكمل عليهم قدام، لكن خالص صفر الدكه صعب شويه. صح صح، يعني جيب حد بيلعب كده كده يعني، بس طبعا ال5 تبديلات لسه بقى هنشوف هيستعملوها قوي. طبعا جوارديولا هيهيص، اه ده انت جيت له في ملعبه يا باشا، هيجرب كل الناس، وهو كمان فرقته كلها رجعت وبقت فت. فيعني نيجي بقى للاسبوع ال30 بلس والمسمى الجديد علينا على ودنا غريب بصراحه 30 بلس ده، بس هو ده الاسبوع اللي هنبدا منه ان شاء الله ونسترجع الفانتسي لغايه اخر الدوري. عندك 4 فرق بادئين بدبل جيم ويك في اول اسبوع كده في وش هزار، استون فيلا، ارسنال، سيتي، شيفيلد. فال4 فرق دول فيهم لعيبه كتير ممكن نختار منهم ناس كويسه جدا يفرقوك، خصوصا ان فيهم فرق بتقاوح على التوب 4 وفرق بتقاوح على الهبوط، فيعني لونج تيرم وشورت تيرم الفرق دي فعلا ممكن نشتري منها ناس، فهيبقى اوبشن حلو قوي نبدا بيه ونكمل بيه كمان. وللمعلوم بقى الناس اللي عندها تشيبس فاضله وكانت سايباها عشان الدبل جيم ويكس والبلانك جيم ويك، شكلها كده او لحد دلوقتي على حسب معلوماتنا ما فيش اي دبل جيم ويك ولا بلانك جيم ويك في الموسم كله غير اللي هو 30 بلس، الا لو بعد الشر في بقى مباريات اتاجلت وكده، لحد دلوقتي شكلها ما فيش غير دبل جيم ويك واحده. فلو انت عندك تشيبس هو ده الوقت انك تستعمله، لو انت معاك وايلد كارد جهز فرقتك املاها كده ناس عندها دبل جيم ويكس عشان تستفيد من البوينت بتاعتهم اكتر استفاده. فركزوا معانا قوي في اللعيبه اللي احنا بنقترح ان انتوا تجيبوهم من اللي عندهم دبل جيم ويكس واملوا فرقتكم بيهم. نبدا بمانشستر سيتي اللي كنا لسه بنقول لكم ما تركزوش على لعيبتها، بس هو برده في حاجه على مانشستر سيتي، هم لو مركزين قوي في الشامبيونز ليج لازم يستغلوا الماتشات بتاعه البريمير ليج على الاقل تمرين. صح. على الاقل تمرين ويفضلوا ماتش فيت ويجرب خطط، فهو جوارديولا مش هيسيب الماتشات دي، لا هو هيلعب وهيجرب وكده. فلعيبه سيتي لسه، هي مشكله لعيبه سيتي بس انها غاليه، بس لعيبه سيتي لسه اسيتس وفلوسها فيها. فاللي احنا بنقترح ان انتوا تجيبوهم من سيتي هم نمره 1 كيفن دي بروين، مالناش دعوه بقى شكله كان تخنان في الصور، هو معلومه يا جماعه يعني انا حاسس الصوره دي كانت متاخده بزاويه معينه عشان شفته في التمرين هو بيتمرن الاسبوع ده، لا الصراحه الراجل هو يعني دي بروين كده كده. المهم يعني كيفن دي بروين لو انت ما جبتوهوش هتتعاقب عشان هو الاونر بتاعته عاليه قوي في اللعبه، فهو 3/4 الناس عندهم دي بروين، فلازم يكون عندكم دي بروين، عنده دبل جيم ويك وعارفين ان دي بروين قادر يعني ان هو يولع الدنيا طبعا، يعني ضد ارسنال في اول الموسم ولع الدنيا بيحب ارسنال. اه بالظبط. عندنا بقى بعد كده لابورت اللي رجع من الاصابه، وطبعا السنتر باكس
مش كتير قوي بيتبدلوا، فعنده فرصة أكتر إن هو ما يبقاش من الخمس تبديلات اللي جوارديولا بيستخدمهم. عارفين لابورت مهم قوي، عارفين لابورت بيحب البونس بوينتس، بيحب الكلين شيتس، فده ممكن يبقى أوبشن حلو قوي يفضل عندكم. أنا بصراحة لابورت والله العظيم ده أنا قال من جوه جبته جماعة في الأول كارد الأولاني، أول ما جبته نفس الأسبوع اللي اتصاب فيه خد إنذاره طلع في الدقيقة 30. مش هجيب رجل تاني. أحمد المهم لا. تالت واحد هنقول لكم عليه وأنتوا بجد هتتضايقوا مننا، وهو رحيم ستيرلينج. السبب إن إحنا بنقول لكم على رحيم ستيرلينج مبدئياً إن رحيم ستيرلينج من اللعيبه اللي هي ناتشرلي فيت، بيبقى دايما في الفورمه كده، يعني بيخش اول اسبوع في الدوري انتوا شفتوا جاب هاتريك بالظبط، كل سنه اول اسبوع بيخش سخنان. فستيرلينج بنتوقع منه الحاجات دي، وبرده احنا قلنا لكم الفتره اللي جايه سبرنتايه، فانت عايز اللعيبه اللي هي اكسبلوسيف، عايز اللعيبه اللي هي تعرف تجيب هاتريك في ماتش، مش عايز اللعيبه اللي هي كل ماتش هتجيب لك اسيست وخلاص. وستيرلينج هو ما بيعملش اي حاجه وبقاله كتير قوي وحش، بس لو بصيتوا على ارقام ستيرلينج هو الثاني بعد صلاح في اكسبكتد جول انفولفمنت. هو صراحة هو دايما قريب، هو مشكلته في التفنيش، هو حظه لا بس هو حظه وحش، يعني هو التاني بعد صلاح في اللعبه كلها في الاكسبكتد مفروض اجوان واسيستات، فهو ان شاء الله ربنا هيكرمه قريب يعني. فستيرلينج والله هيبقى ديفرنشال وممكن يبقى فكره كويسه. اخر واحد وهو اجويرو، انا عن نفسي مش هجيب اجويرو عشان جيزس وكل معلش بقى نسيت اقولها على ستيرلينج، لو ساني بيلعب احنا عارفين ستيرلينج وساني مع بعض بجد بيعملوا ثنائي جامد قوي، بنلاقي الاثنين بيعلوا بعض. اجويرو بقى انا مش مقتنعه يعني. لا بص اجويرو، لا اجويرو يجاب، واجويرو على فكره في الدبل جيم ويك ممكن يلعب الماتشين مثلا 60 دقيقه و 60 دقيقه ممكن عادي جدا. انا الصراحه من سيتي كلها مش في حمل ان انا اقعد بقى توتر تاني. انا بالنسبه لي هو دي بروين احسن اوبشن، اكتر واحد فيهم شم الملعب، اخد دقايق في الملعب، ما اعتقدش ان هو التخسر بتاع التخن دي موجوده، فدي بروين تهيالي هو الامثل من سيتي. نيجي لتاني فريق في الدبل جيم ويك واللي ماتشاته في الاول مش حلوه بعد كده بتحلو قوي، هو ارسنال. ارسنال مبدئيا من الفرق اللي عندها حاجات، يعني هو دلوقتي حاليا تاسع، اكيد بينافس ان هو يحاول توب 4، ما كانش يبقى توب 6، فاكيد هما كده كده بيحاولوا يكسبوا كل ماتش وكل نقطه هيعفروا عليها. مين طبعا من ارسنال اهم واحد؟ طبعا هيبقى اوباميانج. اوباميانج ماتش صعب، ماتش سهل، هو كده الراجل بيعرف يجيب، وزي ما قلنا من الناس الناتشرلي فيت، هو بالظبط بيخش سخنان بالزبط. بينافس على هداف، ودي حاجه على فكره تسخنه هو لوحده حتى لو فريق كله مش سخنان بالظبط، ما عدا ضربات جزاء. فطبعا اوباميانج يعني حاول تحوش الفلوس وتخليه عندك في الفريق، احسن لي من اجويرو واحسن لي من كين، الناس اللي هي قريبه منه في السعر في المهاجمين احسنهم طبعا، عشان هو عنده بيرسونال والفرقه كلها بينافس على الهداف، الفريق بيحاول يوصل لحاجه، ماتشاتهم مش وحشه، واحنا عارفين يعني ان اوباميانج الماتشات مش بتفرق له، يعني هو بيعرف يجيب في الماتشات الصعبه وفي السهله يعني. طيب لو عايز من ارسنال حد تاني بس معاك فلوس اوباميانج، عندك بيبي برده ماسك مثلا الكرانر، ماسك الفاولات بيعرف يحطها في الجون كويس، كرانر كرانر شنكار كده، فهو اوبشن لذيذ يعني. هو قبل ما نوقف الماتشات وكان قبل الكورونا وكل الكلام ده، الراجل كان بدا يستعيد فورمه، بدا سنه نشوفه اخطر على الجون، ما بقاش خايف زي الاول، الله اعلم طبعا هيرجع عامل ازاي، بس اوبشن حلو ممكن تفكر فيه. الماتشات ارسنال زي ما بقول لك بتتحسن بالوقت، فدي حاجه كويسه. لاكازيت برده يعني اوبشن، لاكازيت نفس الكلام، وكان بيقولوا كمان ان هو لعب في الماتشات الوديه كويس جدا، جاب جون هو واوباميانج يعني، واللي جاب هاتريك بقى هاتريك. في هاتريك. نيكاتيا ابن مروان. فكره بقى اللعيبه اللي هي الصغيره دي بسبب الخمس تغييرات ممكن نشوفهم بيلعبوا اكتر واكتر يعني، وممكن نشوفهم بياخدوا دقايق وبياخدوا فرص يعني، فنيكاتيا ممكن يبقى فكره يعني. طبعا احنا مش عارفين، احنا مش بنرجح دفاع ارسنال قوي، مع ان تحت ارتيتا شفناهم ابتدوا يتحسنوا، بس طبعا مش عارفين تيرني هو يعني، مش عارفين مين اللي هيلعب، مش عارفين مين فيهم فيت دلوقتي. لانو ممكن يبقى اوبشن يعني، لو انت عايز حد عنده دبل جيم ويك بيجيب سيفز، تاني واحد تقريبا في اللعبه في سيفز، بس هو غالي وارسنال لسه ما ادتناش ثقه في دفاعها. ممكن جوندوزي اوزيل، لا اوزيل اوزيل بقى ديفرنشال، في اخر فتره كان فعلا ابتدى يظهر ويبدا يبقى اسيستات ويبدا يجيب اجوان، الله اعلم يا رب يرجع بنفس الفورمه دي. اتفرجت على التمارينات بتاعتهم، هو شكله فيت، فممكن يكون لسه مواظب على فورمته يعني، اوبشن لطيف برده زي ما بقول يعني. لو هتبدا بحد ارسنال اعتقد يبقى اوباميانج، لو عايز تكمل ممكن بعد سنه تشوف ماتش 2 تبدا تجيب بيبي او بيبي اوزيل كده، بس يعني اصبر ماتشين. اوباميانج ولا ممكن من اول ماتش خلاص ممكن تجيبه وانت مغمض عينك. أستون فيلا تقريبا اكتر فريق لو هبط السنه دي، يعني انا واحمد كنا لسه بنقول هيبقى منظره وحش قوي 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 بعد كل لعيبه السنه دي يعني، ده اقل حاجه كده يعني. هو أستون فيلا طبعا لو هو فاضل له ماتش عن بقيه الفرق اللي جنبه في الهبوط فهو لسه عنده امل يعني، وطبعا ماجن رجع ودي حاجه كويسه جدا، فطبعا ماجن اوبشن ممكن تجيبوه، وجريليش اوبشن ممكن تجيبوه، شوفوا انتوا فلوسكم. هو جريليش طبعا بيبقى اقرب للجون، وجريليش عارفين ان هو اكسبلوسيف بيعرف كده، هو دي بروين هو اي حد عايز يطلع بالكره بيدي فين جريليش اهو، طب اديله واخدها كده، هو جريليش يعني ايه حلقه الوسط في الملعب بالظبط. احنا مش بنرجح اي حد غير ماجن او جريليش سماتا يعني ممكن، بس
يعني دول اكتر اتنين خلوا بالكم بعد الدبل جيم ويك استون فيلا ماتشاتها مش حلوه قوي، فما فيش سبب انك تتمسك قوي باللعيبه دي. فاحنا حاسين هو جريليش فيكستشر بروف شويه، بيعرف يجيب في الصعب وفي السهل. ماجين برضو اوبشن حلو لو معكش فلوس، وهيريح جريليش يعني الاثنين بيريحوا بعض، بيساعدوا بعض وبيخدموا بعض بالظبط. اخر فريق معانا في الدبل جيم ويك هو شيفيلد. شيفيلد الفريق اللي برضو تجيب منه انت اصلا بتكون عندك منه، لو انت ما عندكش منه دي حاجه غريبه جدا على فكره. وطبعا نركز اكتر على الدفاع، او ما نركزش غير على الدفاع. الدفاع يعني هو شيفيلد الدفاع، ويمكن حارس المرمى هندس نفس الكلام. هات اي حد من دفاعهم، الناس بتعرف تجيب كلين شيت، بتعرف تجيب على حسب فلوسك يعني. يعني الليفت والرايت باكات بيزيدوا بيعملوا اسيستات، السنتر باكات بيطلعوا في الضربات الثابته يلعبوا بالهيد وكويسين جدا فيها. هات منهم اي حد، هات بالدوك، هات ستيفنز، هات ايجن، هات اي حد من دفاع شيفيلد. فريق يا جماعه عنده اوبشن، مش عارف ممكن يخش توب 6، ممكن يخش توب 4. شيفيلد ممكن تخش توب 4 لو عرفت تركز على اللي هي عاملاه من اول الموسم ده وتكمل عليه. وتشيلسي يونايتد ممكن لوعه سنه، الفريق فعلا بينافس وفريق حلو جدا. ابعد عن الهجوم، عندهم اربع مهاجمين بيتغيروا كل ماتش، مره ده ومره مع ده، ده مع ده، بيغيروا الاثنين مع بعض فجاه، ومش بيجيبوا جوان كتيره. فلا ركز اكتر على الدفاع، هات منهم اي حد. في بقى خازوق العالم، أنا بقى لورد الدنيا لون سترام بقى، هل نجيبه ولا لا؟ هي الفكره ان لون سترام كانت فكس وكل الناس بعته وخلاص. ما لا يا ريت، ما كانش اول ما احنا قلنا بيعوه يا جماعه، بيعوه رزيعه مش هيلعب، جابوا بداله. أيوة بيرج. المهم يعني كانت الناس بعته، بعدين شفنا قبل ما ناخد الاجازه الجميله دي على طول لونسترام رجع ونزل كبديل وجاب جون واسيست تقريبا، جاب جون وبونس تقريبا، جاب رقم محترم يعني، جاب دبل ديجيتس يعني، جاب دبل ديجيتس. المهم يعني هل تجيب لونسترام ولا لا؟ انا فكرت ممكن يبقى فكره كويسه، اللعيبه اللي هي بتعرف تنزل كبديل وتجيب اجوان ممكن تبقى فكره كويسه في الفتره دي، عشان في خمس تبديلات. لونسترام للي كان متابع يعني، في شيفيلد لما كانوا في الشامبيونشيب ما كانش بيلعب قوي، فهو السيزون ده اول سيزون يلعب كل ماتش 90 دقيقه، فهو ممكن يكون كان محتاج الراحه دي مثلا، وهنلاقيه رجع يلعب يعني ممكن. والله بص، لو عايز رايي في موضوع لونسترام ده او عامه في الفتره اللي جايه، انا الصراحه مش هجيب لعيبه فيها ريسك. انا على قد انا عايز اخد ريسكات بقى. لا ما هو مش ريسك ان هو يعمل حلقه، انا ريسك ان هو يلعب. انا عايز لعيبه ضامن بحد كبير على الاقل 60 دقيقه في الملعب، فانا هركز على دول الاول، بعد كده ممكن واحد ديفرنشال، اثنين ديفرنشلز، وحتى دول هبحاول اخليهم في ناس حتى مش لونسترام لحد. لو انت ممكن يعني ممكن نقول حاجه، لو انت اصل لونسترام الناس جابته ب 4 مليون، لو انت من الناس اللي جابت لونسترام ب 4 مليون وهو لسه عندك وغليلك كل ده، خليه اول اسبوعين، اول اسبوع هيلعب ماتشين هنشوف ايه النظام، وبعد كده ابقى بيعه يعني. غير كده اعتقد بقيت دفاع شيفيلد هيبقى مضمون اكتر بالظبط. هندرسون بقى اخر حاجه عايزين نقولها عشان ممكن تكونوا مش واخدين بالكم منها، هندرسون هيلعب الدبل جيم ويك، فاوبشن حلوه قوي، بس هو اعاره من مانشستر يونايتد، فالماتش الثالث هو مش هيعرف يلعب، فخلوا ده في بالكم، خلوا عندكم جون بيلعب لو عايزين تبدلوا هندرسون وتخلوه يعني، بس لازم تركزوا في الموضوع ده. طيب بعيدا بقى عن الفرق اللي عندها دبل جيم ويك، مين الفرق اللي لسه عندها حاجه وبتنافس عليها وماتشاتها حلوه لاخر الموسم او للاربع خمس ماتشات اللي جايين؟ طيب نبدا بقى باحسن الفرق دي، يلا بينا. يلا نبدا بولفز. وولفز يا جماعه فريق احنا عارفينه، شفناه السنه اللي فاتت، شفناه السنه دي، وشفناه في اليوروبا ليج اللي لسه مكمل فيه على فكره، وعنده امال فيها كبيره جدا. فريق ما بيهزرش، فريق هيرجع هيلعب بمقاتله، عنده حلم التوب 4 يقدر يوصل لها، عنده التوب 6 هو برده قريب منها جدا، بيتخانق مع كام فريق هنتكلم عنهم برده عشان دول الفرق اللي احنا ناويين نتكلم عليها. بس وولفز ماتشاتهم حلوه قوي الفتره اللي جايه، هم فرصتهم بالظبط، فرصتهم كويسه. وشفنا نونو بيلعب ب 3 4 3 ماشي، بيلعب 3 5 2 ماشي برده، فنجيب مين بقى من وولفز؟ معروفين بقى، انتوا خلاص عارفين خيمينيز طبعا كده، اي نعم هو بيبدا بالراحه، بس اعتقد الوقت ما فيهوش بالراحه بقى اليومين دول خلاص. وخيمينيز يعني برده في كلام ان النوادي ثانيه عايزاه، هو كبير الراجل ده مش صغير، انا كنت فاكره صغير اصغر من كده، طلع كبير، فهو فرصته يا يعني يروح دلوقتي يا خلاص على كده كاريره هيبدا في نفس هي وولفرهامبتون عامه ما بتبداش سخنه يعني. صح. شفنا يوتا وشفنا خيمينيز، الاثنين مش اللي هو بتاع اول اسبوع، مع ان يوتا السنه اللي فاتت مش السنه دي اول اسبوع انا فاكره كان ولع لي الدنيا، بس يعني يوتا ده الاوبشن اللي بعد خيمينيز على طول، معاك فلوس خيمينيز، معاكش فلوس يبقى يوتا، الاثنين كويسين جدا في الهجوم بالذات في 3 5 2 يوتا بيظهر هي لسوعهم يعني الشيخ نونو بتاعي هيلسوعهم، ينزلوا سخنين من بدري عشان مفيش وقت ان هم يبداوا بالراحه يعني على اهلهم والكلام ده، ينزلوا سخنين على طول ان شاء الله زي ما نتوقع. عندنا بقى بعد كده عندنا دوهرتي طبعا اللي بنشوفه قدام طول الوقت، وهو في اللعب مدافع، وولفرهامبتون دفاعهم مش وحش شفنا ابتدى يعني بيجيب لما رجع ظبط دفاعهم اكتر، فايده حريه للباكات يطيروا اكتر، فماتشاتهم الحلوه دي لا ممكن يكون اكيد عندك واحد من مدافعين سواء كان دوهرتي او سايس او
بولي على حسب فلوسك بالظبط كلهم فلوس. ضيف عليهم طبعا بقى هذا الادامه طبعا على اليمين كده برده اوبشن حلو ورخيص في نص الملعب. احنا مش عارفين لو كتفه خلاص اعتقد يعني خلاص بقى 3 شهور الصراحه هو اصلا هو مصاب كان بيلعب بيه ساعات فاعتقد كتفه بتالي وكده اعتقد بقى زي الفل. انا مش هجيب تراوري يعني انا احسن لي اجيب ماجن مثلا واجيب بقى يعني ما اعرفش يعني تراوري مش في كل بس انا نصك في ولفرهامبتون يعني نصك في استون فيلا ايوه بس تراوري مش بيظهر قدام في كل يعني لما بيلعبوا 3 5 2 ما بنشوفش تراوري بيلعب اساسا بيتبدل بص عشان كتفه عشان كتفه عشان كتفه بص احنا نشوف بقى ولفرهامبتون هيلعبوا بانهي خطه وساعتها بقى ممكن نقرر بس يوتا وخيمينيز اوبشنز مهما حصل. عندنا بقى الفريق اللي مش عارفين هيظهر لنا بانهي صوره من صوره الكتيره الغريبه بس ماتشاته حلوه قوي قوي الفتره اللي جايه ودي فرصته انه يثبت نفسه وهو مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد مش بس ماتشاتها حلوه قوي وجالهم المنقذ برونو فرنانديز كمان رجع لهم مين بوجبا وراشفورد فهو مانشستر يونايتد يعني الاجازه دي او الكورنتين دي بالظبط دي كانت هديه من عند ربنا. طبعا راشفورد انا بثق فيه راشفورد من الناس الناتشرالي فيت راشفورد من الناس اللي هي ممكن تنزل نلاقيها بتجيب جونين وثلاثه اللي هو تنقذ فريق واللي ما عندوش راشفورد يقعد يعيط فهو اوبشن حلو قوي. بوجبا انا مش بثق فيه بوجبا بالنسبه لي ترول يعني برونو ما هو برونو يا جماعه انا برونو كده كده عندي ومش يونايتد احسن بلاي ميكر موجود دلوقتي عندهم هايل 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 فت الراجل لا يعني الراجل فعلا يجاب وانت مغمض عينيك بلاي ميكر زي دي بروين في المستقبل طبعا شاطه حلوه شكله هو هيفضل عنده البنالتيز مفيش طبعاً. اي سبب ان هم يمشوها منه هو جابهم كلهم تقريبا يعني مع يونايتد اتليست الدفاع برضو عندك ماجواير يعني كويسين. عندك ماجواير عارفين ان السنتر باكس مش بتتبدل كتير زي ما قلنا فماجواير ممكن يبقى اوبشن كويس ممكن نلاقي يونايتد ابتدوا يجيبوا كلين شيتس ويرجعوا ليونايتد بتاع زمان احسن اوبشنين في الدفاع يعني هم بالظبط فماتشاتهم حلوه فبقلب مفتوح جيب حد من يونايتد. يونايتد بقى بيحاول اصلا يعمل ايه بيحاول يجيب تشيلسي فنتكلم على تشيلسي. تشيلسي زيها زي يونايتد حلم التوب فور ضروري وحتمي والجيل لامبرد عامله ده انا شايف ان هو يستاهل ويستحق ياخد مركز رابع في الدوري ده عامل موسم بجد حلو جدا اللعيبه كلها شباب كلهم كويسين الحمد لله اخيرا رجع لهم بوليزيتش رجع لهم اودوي يعني كانتي رجع التمرين ولا كانتي خايف من كورونا لسه يعني لسه مش واثقين هو هيبدا ولا لا بس جورجينيو موجود مع ضربات الجزاء ب 5 مليون بوليزيتش رجع بنورس بول بوليزيتش رجع هو اودوي ابراهام رجع واظن هيحاول يثبت نفسه باقوى قوه بعد الرومرز والاشاعات بتاعت فيرنر دي هيحاول طبعا يوريهم ان انا احسن مهاجم في الدنيا اعتقد هيرجعوا يعني كمان في كمان حاجه ضيف عليها ان هم طلعوا من تشامبيونز ليج بنسبه كبيره يعني هم خسروا في ارضهم من بايرن فخلاص هو الدوري لازم يخش توب فور ما عندوش امل غير كده لازم يدوس على نيته وعلى كل اللي تحتيه. عندك لعيبه كتير زي ما كنت بقول لك هو بوليزيتش اودوي عندك ماونت هايل جورجينيو الارخص طب لو هترشح واحد الجزاء. فيهم انا بوليزيتش بوليزيتش لو اساسي بحسه طلع عليه قوي بالزبط. ولو عايز حد ارخص شويه واهدى شويه كونسيستنت شويه يبقى اعتقد ماونت اوبشن حلو جدا. الونسو انا بحب الونسو يعني احنا طبعا مش عارفين مين اللي ضمن مش عارفين مين اللي ضمن المكان بتاعه مش عارفين لو الونسو هيلعب ف نرجع بقى للفكره ان تشيلسي عندهم استون فيلا بعدين مانشستر سيتي بعدين عندهم ماتشات حلوه كويسة. فانا بفكر استنى بعد ماتش سيتي ده نبقى شفنا مين بقى الاساسي خلاص متثبت مين ليفت باك مين الرايت باك بعدين ابقى ابص على بتوع تشيلسي ما حبكتش خالص الاسبوع ده ممكن ابص على بتوع تشيلسي لا بعد اذنك تبص على بتوع تشيلسي ابص على يونايتد وتشيلسي لا اخر فريق معانا وهو ليستر. السبب ان انا بقول ليستر مع ان ما عندهمش حاجه قوي يتخانقوا عليها طبعا توب فور لا عندهم يعني تشيلسي يونايتد لو يعني لو هم استهبلوا هيجيبوهم يوقعوهم طبعا لا بس ليستر يعني هم ديدي رجع طبعا عندهم بيريرا مش موجود وده هيودينا للنقطه ان ممكن تجيبوا جيمس جاستن ده اللي بيلعب مكان بيريرا هو ب 4.7 مليون فممكن يبقى ديفرنشال حلو قوي رخيص وطريقه رخيصه انك تخش بيها دفاع ليستر لعيب بوتنشال لعيب كويس بالظبط وطبعا عارفين ليستر مع ان ديدي بيبقوا احسن قدام وورا يعني فليستر ماتشاتهم حلوه. فاردي عنده حتى لو يعني خلاص ليستر ضمنت مكانها فاردي عنده الصراع على الهداف وانا بحس ان الحاجات الفرديه دي بتبقى حافز جامد قوي فانا شايفه ليه ممكن نبيع فاردي بجد ماتشاته حلوه قوي ما فيش اي سبب. اللي بعديه برضو عندي ولسه مولعها لي وهو هارفي بارنز انا حاسه ان اني اخر اسبوع ده انا حاسه ان هارفي بارنز ضمن مكانه هو احسن من جراي واحسن من ال برايتن فالى حد ما بتهيأ لي ضمن مكانه احسن منهم كتير واحسن من جوزو بيريز واحسن في نص الملعب بعد البلاي ميكرز فسعره حلو ماتشاتهم حلوه ليستر بتتخانق الى حد ما فممكن هارفي بارنز كمان بس اعتقد هو فاردي يا جماعه لازم ليستر ده اللي لازم كده كده يمين شمال حسيت ان الناس ابتدت تفكس له مش عارف ازاي لا فاردي يا جماعه هو الهداف
هداف معاه ضربات الجزاء هو كان محتاج يريح. فاردي كبير يا جماعه، هو بجد كان ابتدى وفي التمرينات كمان شكله فيت جدا وخاسس راجع فورمه. ايه ما انا اول ما شفته قلت حبيبي يلا بعد فاردي ما يتبعش يا جماعه، نصحت مني انا وسلمى ليكوا فاردي ما يتبعش. في كام فريق بقى كده يعني شايفينهم ان هم ممكن يعملوا حاجه بس احنا مش متاكدين، فنضل نصبر عليهم كام ماتش نفهم الدنيا ماشيه ازاي، هم فعلا بقى راجعين ناويين يعملوا حاجه ولا خلاص مركزهم هم راضيين بيه والدنيا تمام. ايفرتون، ايفرتون يا جماعه لو فاكرين، عايزه بقى اقول حاجه على ايفرتون يعني فضلي. عشان انا اتصدمت صدمه عمري لما اكتشفت ان ريتشاردسون رابع اعلى نص ملعب في اللعبه جايب نقط، يعني انت متخيل في صلاح وماني ودي بروين بعديهم ريتشاردسون، هو اعلى من سون اعلى من ايوه اعلى من ناس كتير قوي. فريتشاردسون وريتشاردسون اللعيبه البرازيليه انا بحسهم قادرين ان هم يكونوا اكسبلوسيف، اللي هو فجاه نلاقي انشيلوتي قاعد مع ريتشاردسون شويه في الوقت ده وظبط الفرقه كده. فايفرتون بصوا هم ما عندهمش حاجه يتخانقوا عليها يعني كده كده، بس ممكن يبقى عندهم هول جيت رخيص في الدفاع اوبشن كالفرت لوين عند ناس كتير. انت حاسس ايه؟ حاسس لا في ناس تانية يعني لو انا هجيب مهاجم مش عايز كالفرت لوين، انا عايز حد هيحارب يقتل نفسه ان هو يجيب جول. يعني بجيب مثلا جوشوا كينج من بورموث عشان بيتخانق على الهبوط، هيموت ان شاء الله يجيب جول حتى لو خسروا، بس هجيبه خيرهم في الهجوم. انشيلوتي اكيد انا ممكن اجيب بوكي، والله ممكن اجيب بوكي عادي جدا. عامه نوريتش ماتشاتها حلوه وبتتقفل فبوكي وشايف بوكي اوبشن كويس. بالظبط بوكي اوبشن كويس قبل ما ننسى الفرق الثانيه اللي زي دي بورموث اللي كنا لسه بنتكلم عنها، وكلم ويلسون برده كله رجع، فريزر كينج بروك هاري ويلسون بروكس هاري ويلسون كله رجعوا كلهم رجعوا. وبورموث بجد عيب قوي على المركز اللي هم فيه. نفس الكلام مست هام المفروض برده عندها لعيبه جامده جدا، واشتروا بوين ده لعيب المفروض ان هو اعس نوت جراس ولعيب كويس جدا مع فليبي اندرسون. انا بقى كينج وفريزر وويلسون والناس دي انا بحسهم ترولز، اللي هو اول ما تجيبهم ما يعملوش حاجه واول ما تبيعهم يعملوا. انت وحظك، انا السنه اللي فاتت كلام ويلسون ظبطني جدا، السنه دي خازوق انت وحظك وهم بيتقتلوا، فليه لا ليه ما نجيبش مثلا لعيبه من لعيبه بورنموث اللي هم هيموتوا عشان ما يهبطوش، كلهم رجعوا كلهم موجودين، بروكس هيساعد، بروكس لعيب كرييتيف ممكن يظبطهم يعني. خد الريسك في شويه لعيبه يعني، هي سبرنتايه السبرنتايه بتبقى محتاجه شويه ذكاء وشويه رواشه كده معرفش. اخر حاجه بقى في كام فريق كده ابعد عنهم اللي هم من 10 ل 15 زي ما كنت بقول لك. برايتون انا خايف منهم الصراحه، ولا فريق بيجيب كينش كتير ولا فريق بيهاجم بيجيب جوان كتير، فابعد عن برايتون. بيرلي عاشر فاللي هو ايه بوب بس يعني غير كده هم مش قلقانين يعني، بقيت تاسع بقيت 11 الدنيا حلوه ما عنديش مشكله. والفرق اللي في النص ما بينهم نفس الكلام يعني كريستال بالاس كل الناس دي كل دول مش قلقانين من الهبوط ومش عم طموحهم مش التوب فور، فاستنى وشوف ممكن يعني لو وقع فيهم فلت وبقى كويس بقيت الموسم نهايته، لكن ما تبداش بيه ما اعتقدش هيفيدوك في حاجه. اخيرا بقى قبل ما ننهي الحلقه يعني عايزين نقول لكم اللعبه، كان في ناس بتتساءل هل انا ممكن العب الفري هيت اول اسبوع واجيب ناس بقى عندها دبل جيم ويك بعدين فرقتي ترجع. خلي بالك الفري هيت بتشيل كل الترانسفيرات اللي انت عملتها في الاسبوع ده، فانت لو لعبت الفري هيت اول اسبوع يبقى راحت عليك الوايلد كارد بتاعك فريقك اللي كان قبل الكورونا. بالظبط اللي هو قبل الوايلد كارد، فمش برجح ان انتوا تستعملوا فري هيت الا لو فرقتكم لا ما تعملهاش لا الا لو فرقتك هايله. فرقتك هايله انت عايز غيرها ليه فري هيت ليه؟ عشان تجيب ناس في الدبل جيم وي. لا يعني اعمل الترانسفير انت عايزها وخلاص يعني ببلاش. يعني المهم ما تستعملش الفري هيت عشان هترجع لك فرقتك اللي قبل الوايلد كارد، فتبقى كده راحت عليك شيبين على الفاضي يعني. طبعا الفري هيت بقى دلوقتي كارت ملوش لازمه قوي يعني، هو مفيش بلانك جيم ويكس، فهنبقى نكلمكم بعد كده امتى تستعملوا الفري هيت. بس الكارت اللي ممكن تستعملوه الاسبوع الجاي وانا شخصيا هستعمله هو البنش بوست. انا فكرت استعمل تريبل كابتن ولا البنش بوست، مشكلتي بس انا بحس التريبل كابتن ليها علاقه قوي بالفورمه وانا ما اعرفش حاجه عن الفورمه، يعني انا مش هتريبل كابتن حد الا لو هو ان فورم. والله التريبل كابتن دي بقى فورمه فيكسشر دبل جيم تريبل جيم ويك هي يا حظك. بس المهم عايز. يعني انا مش هعمل التريبل كابتن، هستنى اشوف مين راجع بفورمه. طبعا هي بتاعت ربنا وانا اصلا كابتني مش هيظبط ده اللي عايز اقوله رزيع يعني الناس اللي زي حالاتي اللي تعذبت مع ماني او كان دبل جيم ويك وفرقه فورمه زي الفل وكل اللعيبه بالدفاع قاعدين الدبل ديجيتس الا ماني اتصاب في اول ربع ساعه. لو فاضل لك كل تشيبس بنرجح ان انت تعمل بنش بوست الاسبوع ده عشان ده تقريبا الدبل جيم ويك الوحيد، فهيبقى عندك فرصه اكتر انك يبقى عندك لعيبه اكتر بتلعب. لو عايز تعمل تريبل كابتن على اوباميانج على جريليش اي حد من اللي عندهم دبل جيم ويك وانت قلبك ميت بجد اعمل كده، انا فكرت في كده بس مش هعمل كده. هي فيها طبعا فيها طبعا. وبكده يا رزيعه تكون اول حلقه بعد رجوعنا من هذا المرض اللعين اللي ربنا يا رب خلصنا منه.
احنا طولنا يعني قوي عليكم بس عشان عندنا كلام يعني كتير جدا نفسنا محوشينه بقالنا 3 شهور يا جماعه. احنا اسفين يعني احنا على قدنا الطبيعي اصلا بتبقى طويل. تخيل بعد 3 شهور حرمان اكيد يعني نفسنا يقول كلام كتير جدا واكتر من ده والله. وان شاء الله نقول في الحلقات اللي جايه باذن الله وهنفيدكم اكتر واكتر واكتر لغايه ما كلنا نبقى في اول 10,000. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفتحوا جرس التنبيهات وتعملوا لنا فولو على انستغرام وفيسبوك عشان هناك كابتن سلمى كابتن سلمى بنقول علم كابتنا مين بنقول اخر الاخبار. فاعملوا لنا فولو في كل حته وكفايه رزع قوي لحد كده. رجعنا للخزوات تاني. رجعنا للخزوات ايام الحلوه دي. ايوه اخيرا يا ربنا يخليك والله العظيم انتوا منورين ربنا يا خبر ابيض. انت تاني على دوري الرزيه انا فاكر حاجه زي كده. انا فاكر مش نسيك مش نسيك.